للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية المحلل العسكري والسياسي السوري السيد أديب العلاوي. أهلا بكم سيد أديب. بداية، أسبوع على قرار مجلس الأمن بوقف الاقتتال ولا يزال النزيف مستمرا بالغوطة، هل بات المجتمع الدولي عاجزا أمام الانتهاكات من النظام وحلفائه؟ تخيل لكم تعالى المشاهدين الكرام، حقيقة على قناتكم الكريمة قلناها يعني في ليلة جلسة مجلس الأمن عندما أصدر القرار 2401، قلنا أن المجتمع الدولي حقيقة هو بحكم الميت والموضوع لم يكن أكثر من حبر على ورق، وكنا نتوقع أصلا أن تقوم يعني روسيا باستخدام حق الفيتو رقم 12، لكن الحقيقة يعني خلعت حتى المجتمع الدولي روسيا كما هي تفعل دائما ولم تستخدم حق الفيتو، لكن فرغت هذا القرار من مضمونه. بمعنى آخر أن هذا القرار عندما يعني عدلت فيه روسيا أكثر من مرة بات يعني فاقدا لمضمونه ولا قيمة له، ومع ذلك يعني لم تنفذ روسيا والنظام هذا القرار، بل على العكس تماما هي تجاوزت المجتمع الدولي وقامت بإصدار قرار هدنة لوحدها. بمعنى أن بدون قرار مجتمع دولي هي قامت بإصدار قرار الهدنة لوحدها لمدة 5 ساعات. قرار الهدنة يعني الخمس ساعات هي عبارة عن مطب كبير حقيقة لثوار الغوطة ولأهل الغوطة، يعني تحاول من خلالها يعني روسيا أن تفرغ الغوطة من ساكنيها، أن تهجر يعني المدنيين المتواجدين في الغوطة من أجل أن تستخدم الرجال على الجبهات مرة أخرى كما يحصل. وبهذه النقطة تحديدا، هناك أنباء عن تقدم للنظام في جنوب وجنوب شرق الغوطة تزامنا مع تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا التي ذكرت أن العملية الشاملة في الغوطة باتت ضرورية ولا مفر منها، يعني هل بدأت تلك العملية وما يمكن أن يفهم من هذه التصريحات؟ يعني أنا أعتقد أن الموضوع هو يعني حقيقة بغض النظر عن تصريحات زخاروفا أو غيرها، يعني هو القرار متخذ بشأن اقتحام الغوطة ولكن ليس من أجل أن يكون هناك نصر عسكري للنظام، بل هو حقيقة هو تقاسم للمصالح. يعني بمعنى آخر إن روسيا التي تعرت تماما في يعني المستنقع السوري وأوقعتها تماما يعني الولايات المتحدة الأمريكية في المستنقع السوري تحاول أن تهرب إلى الأمام بالغوطة، وتحاول من المجتمع الدولي ومن أمريكا تحديدا أن تقوم بشيء من التنازلات والتفاهمات مع روسيا في جميع الملفات من أجل أن يوقف قصف الغوطة، ولكن الحقيقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تبحث فقط عن مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة لا تأبه لهذا الموضوع، وقالت نحن لسنا معنيون حتى في مراقبة يعني الهدنة إن نفذت أو لا، هذا ما قالته الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المعركة قادمة أعتقد، ولكن الخسائر ستكون كبيرة من قبل الطرفين. يعني بهذه النقطة تحديدا سيد أديب، الأيام الماضية حملت أنباء عن خسائر النظام في محاولات اقتحام، يعني وضح لنا ميدانيا ما المتغيرات الآن. يا سيدي الكريم، النظام استطاع التقدم على جبهة الشيفونية على 3 نقاط، واستطاعت الثوار استعادة هذه النقاط. كانت الخسائر عبارة عن 4 دبابات، إحداهن عربة جسور واغتنام دبابة أيضا، إضافة إلى قتل أكثر من 150 عسكري، هذا في يوم واحد أكثر من 150 عسكري بين قتيل وجريح و14 أسير. وبالتالي أنا أقول أن النظام يحاول أن يزد بأعداد كبيرة، وهذا ديدن الميليشيات الشيعية المتواجدة في الغوطة، والتي يعني النظام الإيراني هو هذا منهجه أن يقوم به الهجوم بطريقة الغزارة البشرية أو دعني أقول بالأمواج البشرية. وبالتالي أنا أقول القتلى عددهم كبير، ولكن المؤسف في هؤلاء القتلى أنهم كلهم من المناطق التي أو يعني جلهم وأغلبهم من المناطق التي أجرت مصالحات مع النظام، مع يعني مجموعة من القادة والعناصر والضباط من قوات الحرس الجمهوري للنظام ومن بعض الميليشيات الأخرى، ولكن الخسائر كبيرة. في العتاد استطاع من خلالها الثوار اغتنام دبابة وتدمير 4 دبابات، وإضافة إلى ذلك تدمير 2 BMP، إضافة إلى اغتنام أكثر من 500 قطعة سلاح بين متوسط وثقيل. المعارك حقيقة شرسة، لكن هي بين كر وفر، لا نستطيع أن نقول أنه تقدم النظام. الثوار في الغوطة
استطاعوا تحصين انفسهم تحصينا يعني الان توقعاتك للمرحله القادمه بالنسبه للمستوى السياسي وكذلك العسكري سيد اديب؟ لم اسمع. يعني اتحدث اسال حضرتك على التوقعات المستقبليه للغوطه، للاوضاع في الغوطه بالنسبه للمستويين العسكري والسياسي كذلك. الحقيقه على يعني على المستويين السياسي والعسكري، على المستوى العسكري سيكون هناك حقيقه يعني كر وفر كما قلنا، واعتقد ان هناك جبهات اخرى ستفتح ان كان من قبل النظام وان كان ايضا من قبل الثوار، وخاصه على جبهه يعني إدارة المركبات وفي مناطق حرسة وعربين وجوبة. النقطة الأخرى أعتقد أن هناك مناطق أخرى ستشتعل فيها يعني جبهات كما هي جبهة حمص الآن وجبهة حماة التي يعني منذ الليلة الماضية هناك حقيقة يعني معارك شرسة على جبهات ريف حماة لكن بدون إضاءة وبدون تغطية إعلامية كما يجب. النقطة على الصعيد السياسي أعتقد أن المجتمع الدولي لن يقف صامتا، واعتقد ان الدول التي كان صوتها اعلى في مجلس الامن وهي فرنسا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحده الامريكيه والتي تحاول ان تقوم بفتح الملفات القديمه وملف الكيماوي، اعتقد سيكون له شان من شان هذا الملف ان يعني ينهي الهجمه الروسيه، ويمكن ان يكون له تاثير كبير وخاصه اذا ما صدق ماكرون في تصريحاته بضرب النظام اذا ما كان هناك يعني كيماوي واثبت ان هناك كيماوي، وبالتالي اذا صحت يعني تصريحات ماكرون وكان يعني جديا في تصريحاته اعتقد انها ستغير المعادله على الارض. السيد اديب العلاوي المحلل العسكري والسياسي السوري، شكرا جزيلا لك.